قبور تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قبرم ويكوطن زيارة قبور جوائر عرش وزي وقوش. الأول زيارة شرعية. يا بدد زيارة شريعة مخترس. أن ينوي بهذه الزيارة أن يتذكر الموت، يتذكر الحساب، يتذكر العودة إلى الله سبحانه وتعالى. أما شام وشكوام دي ويقومي سنخوي فنغر ويقبغة جنر أخرتر ويقبغة جنر أراش. ينوي بهذه الزيارة الدعاء له وللأموات. أبي يقومي سنخويش أزيارة مقفاتو يزمش حاجة دعاء يصنو صاحمش حاجة دعاء يصنو. لا يسافر لزيارة القبور. زشبا وكونر مسافر وشتنر زقخقورم مسافر وشتنر عار خنؤم عار يدأم. إن نوى بهذه الزيارة دعاء الأموات من دون الله هذه زيارة شركية نسأل العافية السلام، بل هي الشرك الأكبر. زيارة قورم يوجي حاو أب يقو ميسر أطلام ديكو وزقور شيسا أنو عار شركوشت زيارة شركيوشت الحمد شيخوما. وإن نوى بهذه الزيارة دعاء الله عند الأموات كان يدعو مثلا عند الأموات أن الله يرزق زوجة صالحة مثلا. أودو قبرم يغنغو على حشوم يسأنو أو قبرم يغنغو سيسأوار جزء أم. فهذه زيارة بدعية. زيارة بدعية يبجأ.